طريق الكفاح يسلكه الباحثون عن الأمل رغم الصعوبات والعوائق التي تقف أمامهم، إلا أنهم محاربون بجد من أجل رزقهم. مثال يحتذى به الشاب مسلم حيدر الذي فقد يداه بسبب لغم أرضي انفجر عليه بعد تغيير النظام عام 2003. لغم قضيته ما أدري بيه، طاب بالمدرسة رايح الولد صديقي وما أدري بيه ولعبت بيه وطق علي انفجر وراحت ايدينا اثنيناتها. ما حاولوا يرجعوه لنفس الوقت؟ لا، لأن بنفس الوقت المستشفى الجمهوري بها بريطانيين كاظته، وماكو على مود لا يبقون هذول الحراميه يبقون القراض مالته، كظته البريطانيين. فالبريطانيين من كظته انا طبيت المستشفى خذوا قصوا ايدينا، وحده متهشمه العظام قال ما نعرف هذا، خاف يصير بيه قنقر قطعوا الثاني قصوه. علاوي صاحبي شريك وياي هو. علاوي اجي انا وياه قلت له هو قاعد شفته. قلت له تعال عم نشتغل انا وياك. انا اعرف وزن وهاي، وهو قال لي شنو تريد؟ قلت له انت الذبح عليك وتروح وياي للسوق. قال لي يلا نشتغل، لان هو جاري بصفي. فاشتغلنا على حب الله. صار ان من 2012 لليوم. رسالة لأصحاب الإعاقة يوجهها ذلك الشاب المكافح الذي لم يوقفه تنمر البعض على حالته، ويقول هذا نصيبي من الحياة. كأحكي لك أنا معوق، والمعوق يحس بالمعوق الثاني، لأن هذا المعوق الثاني من يريد يشتغل الناس هتعوفه بحاله. يعني لا تتشمس أنت شاكل لك والله يدين ما عندك، يعقدون البشر يقعدونه بالبيت، والله انت ما عندك ما تقدر تسوي لك شيء، لا عيفه خليه يشتغل على باب الله، شو تريد بيه؟ انت دعمه. من يشوف لك واحد معوق ايه بارك الله بيك رحم الله والديك، هو ما يريد منك شيء، بس يريد منك الشاي الطيبه، هاي ابسط شيء، ليش تتنمر عليه؟ انت ما عندك ايدين، ما ادري شنو، يخلون الواحد يعني ييأس من رحمه الله ويقعد. رفيق العمل الذي اشترك مع صديقه في هذا المكان ببيع الدجاج، حيث يتعاونان من أجل رزقهم دون كلل أو تراخي. والله هو يروح جاي الصبح ونسوق ونجي ويجي يمي خطية هو، بس ساعات يتعب يروح للبيت، خليه يروح للبيت أنا أكمل شغله هنا، بس هو إذا موجود يمي يساعدني بالوزن، هو اللي من كان صغير بالسوق اي يعرف لي الوزن، انا ما اعرف الالكتروني تو يلا تعلمت، فهو علي الوزن والحساب، انا الذبح والتنظيف، لا شغلنا زين والله على مود يتعنون من كل مكان. اي والله جبيله طويسب والخصيب يجون يسوقون على موده. صورة تجسد كفاح المحبين للحياة وسعيهم للعيش رغم الإعاقة التي لم تمثل لهم أي عثرة في ذلك الطريق، وكسب رزقهم الحلال دون أن يمدوا أيديهم لأحد. لبرنامج يوم جديد، أحمد علي، البصرة.